دكتور ماكس مضطر اسفا انه تطلع له سفره فجائيه فاعتذر عن الحضور. عوضا عن ذلك يسجل لنا فيديو ان شاء الله راح نحضر مع بعض وبعدين يكون الختام. السلام عليكم لطلاب كليتي وطلاب جامعه الجامعه الهاشميه. اليوم انا كثير مبسوط اني بصور هالفيديو وبحكي مع كل حدا فيكم. للاسف كان لازم اكون موجود معكم ونقعد ونحكي، بس اني مسافر برا البلد ما زبطت اني اكون موجود معكم، فبعتذر كثير. بس انا تعلمت تقنيه جديده، اليوم حاط هيك كراسي فوق بعض وعم بصور هالفيديو بحكي مع كل حدا فيكم. ان شاء الله اقدر اوصل رساله، وهيك بحس بالفخر اني عم بحكي مع ناس. ان شاء الله يصل يوم كل واحد فيكم بصور فيديو بحكي مع طلاب كليته وجامعته. انا اسمي معتصم مسالمة، تخرجت من الجامعه الهاشميه من اول دفعه اللي هي دفعه 2012، وبتعرفوا دفعه 2012 كاول دفعه بالجامعه الهاشميه مرينا بكثير تحديات، بس تعلمنا كثير وطلعنا قد حالنا زي ما بيحكوا. انا لما خلصت من كليه الطب بالجامعه الهاشميه كان عندي طموح وحلم اني اشتغل على التوعيه الصحيه. كنا لما نروح على المستشفيات وندرب المستشفيات كنا نشوف حالات واشخاص مرضى، ناس بيجوا على المستشفى بحالات متقدمه جدا. فكنت دائما احكي في عقلي، طيب يا ريت كان يعرف، يا ريت كانت تعرف، لو كانت تعرف او كان يعرف كان ما وصلوا للي وصلوا اليوم، كان مش موجودين قدامنا بالمستشفى بحالات متقدمه جدا. من هون اجت في بالي ليه ما اعمل توعيه صحيه وليه ما اشتغل على موضوع التوعيه الصحيه. بدأت البداية بإني بديت أصور فيديوهات لحالي وأطلع أحكي على البلاتفورمز المختلفة، وكنت أحط فيديوهات على اليوتيوب. صرت عم بحس حالي إنه أنا عندي قدرة إني أصور فيديوهات وأوعي الناس بطريقة كتير حلوة، فليش لا؟ ليش ما أعمل طريقة توعية مختلفة وبنفس الوقت أوصل للناس اللي بحاجة إنها توصلها رسائل توعوية واللي ممكن هتغير من حياة كتير ناس قبل ما يوصل للمستشفى بالمراحل المتقدمة. واحدة من القصص بتذكرها إنه جت مريضة عندها سكري، وهذا السكري مأثر كتير على عينها، عامل انفصال بشبكية عينها. ولما سألتها خالت قلت اليوم جاي تعمل عملية متطورة جدا، هي عملية قص دجاجة في العين اللي هي أصلا ما بتشوف في عينها بسبب مضاعفات مرض السكري. لما بتحكي لي خالته طب أنا شو دخل السكري في عيني؟ يعني أنا عندي مشكلة بالسكري مش في عيني. فواصل لمرحلة ما بتعرف إن السكري ممكن أثر على عيونها. من هون التوعية الصحية فعلا مسؤولية لازم لكل واحد فينا. من هون بدأت الفكرة إنه نعمل برنامج طبي توعوي سميناه الأطباء السبعة. وقصة طويلة ليش الأطباء السبعة، وإن شاء الله بيجي وقت نقعد نحكي قصته أكثر. سمنا الأطباء السبعة وكان أول برنامج توعوي صحي عربي بتصور بمنطقة عربية وبمحتوى عربي وبيصوروا أطباء عرب أردنيين. الحمد لله كانت البداية بال 2012 كأول برنامج طبي توعوي، وكان تحدي كتير كبير، مريت بمراحل كتير صعبة. أنا طبيب ما بفهم بالتصوير، ما بفهم بالميديا، ما عندي أي قدرة شو يعني كاميرا شو يعني مخرج. هاي المراحل الصعبة اللي مريت فيها علمتني إنه لازم أكون مختلف. كنا ننام بالاستوديوهات، كنا نروح نصحى 3 الفجر 4 الفجر نصور البرنامج، وكان عدد من الأطباء الموجودين بالجامعة واللي هلأ عدد منهم بدرسوكم بكلية الطب كان جزء من هذا البداية اللي بدوها معي ودعموني وحكوا إحنا لازم نكون موجود معك وندعمك كل شيء بدك تعمله. الحمد لله الأطباء السبعة حاليا يبث على التلفزيون بموسم الـ 12 ومن البرامج الناجحة والمتابعة، وأخذ جائزة ستارت اب بزنس ذير، والحمد لله هذا النجاح بفتخر فيه. هلا بدي أحكي عن موضوع ثاني، موضوع كثير مهم. بعد ما خلصت بكلية الطب 2012 أخذنا امتيازنا بال 2013، حسيت للحظة أن أنا لازم أتفرغ وأؤمن بالإشي اللي بدي أعمله. يعني أنا عندي قناعة تامة أنه إذا بدك تعمل إشي اللي بتحبه لازم تعطيه من وقتك ومن جهدك. ما بينفع تحكي أنا بدي يكون بارت تايم، أنا أوكي طبيب ونفس الوقت عم بعمل كذا. أول شيء اشتغلت عليه العمل التطوعي واللي هو صقل من شخصيتي وخلاني أقدر أحكي وأوقف قدام كل حدا فيكم. الشغل الثاني واللي كتير مهم هو أنه تفرغت لحتى أتعلم شو يعني ميديا شو يعني تصوير. تفرغت لمدة سنة كاملة، تركت الطب تماماً وتفرغت لحتى آمن وأعمل إشي اللي أنا بحبه. بوقتها بديت أسس باستوديوهات، شريت كاميرا، شريت ضوء، رتبت مع مخرج يكون موظف معي، رتبت مع حدا من المونتاج يكون موظف معي، بديت أسس تيم لحتى يبدأ ينتج برنامجي الأطباء السبعة. هون تأسست شركة سميتها تلسكوب. شركة تلسكوب ميديا جروب هي شركة أسست بال 2016، وهي شركة بتنتج محتوى عربي تنتج برنامج الأطباء السبعة. الحمد لله مؤخرا حصلت على استثمار ضخم من استثمار سعودي إماراتي. هذا الاستثمار انفستمنت انحط بشركتي حتى أتوسع بالسعودية والإمارات، والحمد لله الشركة حاليا فيها 50 موظف، عم تتوسع بدبي وبالسعودية، وفتحنا هلا مكاتب واستوديوهات بدبي، والهدف الأساسي منها إنتاج محتوى لصناع المحتوى وإنتاج محتوى للبراندز الكبيرة والعالمية. وهلا عم نطور وبنعمل شغلات كتير كبيرة الحمد لله. أنا عم بحاول أكون سريع بالشغلات اللي بدي أحكيها عشان ما أطول على كل حدا فيكم. هلا بدي أحكي عن الشغل اللي كتير مهم اللي هو الحلم لكل حدا فينا كطبيب إنه يكمل اختصاصه ويمشي بمجاله كطبيب. انا مش عم بحكي لكم حدا فيكم يترك الطب ويروح لشيء ثاني، لا، انت بدك تروح للشيء اللي بتحبه. يعني انا بحب الميديا، انتجت وعملت شركه كبيره للميديا، عملت برنامج تلفزيوني، بس في نفس الوقت انا طبيب
وبدي احاول اعمل شيء بالمجال اللي انا بحبه كطبيب. بعد الحمد لله حصلت على اختصاص بالعيون وانهيت اختصاصي في طب جراحة العيون، وصرت دائما عم بحس حالي انا ما بحب اكون دكتور تقليدي، ما بحب اكون بالعيادة استنى مريض يدفع كشفيته ويطلع، ما بحب اكون دكتور تقليدي بس بروح وبروح من عيادتي وبروح لبيتي، لازم اكون مختلف في الاشي اللي عم بعمله. ومن هون اجت الفكرة بانه بدي انشئ مستشفى او مركز طبي كامل متخصص للعيون اللي انا تعلمته ودرسته وخلصته، بس انا كنت عم بشوف بان هذا القطاع اللي انا درست فيه بحاجه انه نعمل شيء مختلف بطب العيون. والحمد لله بس انهيت اختصاص بطب العيون بدأت افكر اني افتح واعمل مركز متخصص مختلف عن اي مركز ثاني موجود بالشرق الاوسط. من هون بدأت ادور على لوكيشن، بدأت اجمع ناس يكونوا موجودين معي. بدا هذا الحلم بداية نهاية 2018 اول 2019، وانا بحكي معكم اليوم وان شاء الله رح احكي لكم اخبار حلوه عن هذا الموضوع. بدينا نشتغل على الموضوع، كنت انا واصحى وانا بفكر ان وين بدي اعمل هذا المستشفى، كيف تفاصيله لازم تكون. بدأت اجمع الشركاء اللي لازم يكونوا موجودين معي، الاطباء، اللوكيشن، التفصيل، التجهيزات الطبيه حتى تكون فعلا شيء مختلف. اليوم انا بحكي معكم الحمد لله تلسكوب ميديكال سنتر او مركز تلسكوب طبي لطب جراحة العيون والتجميل، هو مركز جاهز متكامل اليوم الحمد لله فاتح من 3 شهور، ويعتبر من المراكز الرائده ومختلفه بطب جراحة العيون على مستوى الشرق الاوسط. بحب كل حدا فيكم يجي يزوره ويشوف التفصيلات اللي موجوده جوا هذا المركز. فخور باني قدرت اني اكمل في الشيء اللي انا بحبه بس عملته بطريقه مختلفه. تلسكوب ميديكال سنتر اشتغلنا على انه يكون مختلف من ناحيه التجهيزات ومن ناحيه كل شيء موجود فيه، الستاندرد في كريتيريا، التفصيل اللي لازم ياخذه المريض، كيف بيجي، كيف بيتعالج، كيف بيطلع، حتى يكون فعلا واجهه للاردن للسياحه العلاجيه ولكل حدا جاي يتعالج حتى يلاقي مكان محترم يتعالج فيه. اليوم انا ما بدي اطول اكثر، بدي انهي واحكي لكم بانه يعني دائما بحكي الحلم موجود لكل حدا بده يمشي وراه وبده يعمل، ودائما كمان بحكي بانه الاراده هي الفكره والعزيمه هي الروح. اذا انت عندك اراده ومآمن بالحلم اللي بدك تعمله كل الدنيا لو وقفت قدامك ما راح توقف. عديت بمراحل معينه اهلي كانوا رافضين الشيء اللي عم بعمله، احنا درسناك دكتور مش ممثل ولا اعلامي ولا درسناك لحتى تكون مدير، بس كنت مآمن باني انا بعمل شيء صح، بعمل شيء بحبه وراح استمر وامشي فيه. واليوم الحمد لله اهلي فخورين فيي، وبتمنى كمان كل حدا فيكم يكون اليوم يوقف قدام كاميرا ويحكي للناس قصة نجاحه. أنا بعتبر حالي لسه عم بتعلم، كل يوم عم بطلع الحمد لله أخذت وسام الاستقلال التميز 2019 من جلالة الملك، وعم بشتغل على حالي أكثر وبتطور على حالي أكثر وإن شاء الله الحلم كبير. ودائما بحكي أنا الحلم ما رح يوقف. في واحد صاحبي مرة حكى لي بعيد ميلادي عقبال 100 سنة، بقول له 100 سنة كتير كبيرة مش ممكن أعيش 100 سنة، بقول له أنت أحلامك كتير بدك للمية حتى أنك تحققها. فإن شاء الله كل حدا فيكم يقدر يحقق أحلامه ويوصل للحلم اللي بحبه. شكرا لكم وأسف جدا على الإطالة، وإن شاء الله بشوفكم بقعدات جاي ومرات جاي بكون موجود مع كل حدا فيكم. بوجه تحية لكلية الطب ممثلة بعميد كلية الطب وكمان لرئيس الجامعة اللي أنا طلعت منها واللي أنا دائما فخور وبروح بكل مكان بحكي أنا خريج كلية الطب الجامعة الهاشمية. والسلام عليكم.